نروح لأخبار المحترفين. طبعا محمد صلاح والتقرير السعودية، احنا بقالنا 3 حلقات دلوقتي زي ما احنا، وهم بيراهنوا على حسم نادي اتحاد جدة صفقة النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول قبل موعد غلق القيد في الانتقالات الصيفية الحالية. ويسعى فعلا اتحاد جدة لإنهاء المفاوضات مع ليفربول للتعاقد مع محمد صلاح قبل ساعات من غلق الانتقالات الصيفية في انجلترا. خلاص هو فاضل النهاردة بس. اذا ينتظر حسم هذا في غضون ساعات مقبلة، يعني المفروض يعني، ويتبقى يوم واحد فقط على غلق القيد في الدوري الانجليزي اللي هو 1 سبتمبر، يعني بكره الصبح خلاص كل سنه احنا طيبين كلنا يعني. بينما يتبقى في موسم الانتقالات في الدوري السعودي 8 ايام، هم لسه قدامهم ل 9 سبتمبر. العديد بقى من الصحف في السعوديه تؤكد اقتراب حسم اتحاد جده التعاقد مع محمد صلاح، ومسمينها صفقه القرن كمان بيسموها كده يعني، نظرا لكونها احد اهم صفقات حل اتمامها بشكل رسمي يعني. واكد اكثر من اعلام سعودي عبر القنوات الرياضيه السعوديه امبارح ان النادي اتحاد جده حسم كل الامور الخاصه بالتعاقد مع محمد صلاح، ويتبقى رتوش بسيطه في المفاوضات مع ليفربول للاعلان الرسمي، في حين ان صحيفه الرياضه السعوديه في عددها الورقي اليوم الخميس يعني عنونت تحت صوره الدولي محمد صلاح، طبعا صلاح يوافق وليفربول يناور. واضافت الرياضيه السعوديه ان ليفربول يرغب في الوصول الى رقم اكبر من المعروض عليهم لحسم صفقه بعد تاكد موقف محمد صلاح نفسه يعني. وتابعت الصحيفة أن محمد صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول ويورجن كلوب مدرب الفريق بتأكيده أنه لن يقبل كسر التعاقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهم. كما أشارت الرياضية السعودية إلى أن ليفربول يسير بالصفقة إلى الدقائق الأخيرة قبل غلق الانتقالات في الدوري الإنجليزي الذي يغلق مساء الخميس اللي هو النهاردة يعني، وعشان يوصلوا لأكبر رقم ممكن من المعروض عليهم بعد تأكيدهم أن موقف محمد صلاح نفسه ما عندوش مشكلة يعني. أنا بقول لحضراتكم لسه الأمور ما اتحسمتش يعني، الامور لسه مش باينه، ولسه لحد دلوقتي موقف محمد صلاح حتى وهو ما ابداش رفضه لموقف اتحاد جده الا انه لحد دلوقتي وارد الاغراءات كبيره جدا جدا، اي حد هيبقى المبالغ اللي بتتعرض دي تغري اي حد حقيقه يعني. فهو يعني لو قعد في ليفربول هيبقى نفسيا والمرحله اللي هو وصل لها من النضج تبقى مش عاديه، لان ان احنا بنتكلم في حاجه مش سهلة انها تترفض يعني، المبالغ اللي معروضة مش سهلة انها تترفض، خلونا فير يا جماعة يعني، احنا بنتكلم واحنا قاعدين ان الراجل خليه بقى عشان التاريخ في ليفربول وبتاع، الراجل عمل تاريخ اوريدي، الراجل واخد تشامبيونز ليج وواخد احسن لاعب في الدوري الانجليزي وواخد هداف الدوري الانجليزي اكتر من 3 مرات، يعني الراجل اوريدي محقق. ولكن هو ممكن يكون في دماغه حاجات تانية، وممكن يكون في دماغه انه عايز يستمر، وممكن يكون الاغراءات اعلى من كل ده، هنشوف الفترة اللي جاية.